الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الثلاث 29 اغسطس 2023. الحقيقه انه بعد ان زار ابي احمد مصر على هامش احد الاجتماعات الافريقيه الهامه، والتقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 13 يوليو 2023، واستقبله السيد الرئيس استقبال طيب جدا على هامش مؤتمر قمة دول جوار السودان اللي كانت بتستضيفها القاهرة في هذا الوقت. وعد في هذا اللقاء أبي أحمد بأنه إثيوبيا لن تضر مصر أبدا ولن تسبب لها ضرر مائي، وأنه لابد خلال 3 أشهر أن ينجز اتفاق قانوني كما تطلب مصر والسودان ويكون ملزم زي ما مصر طالبة للتعامل القادم بخصوص سد النهضة في إثيوبيا. وعليه تم الاتفاق على جولة مفاوضات في القاهرة، عقدت يوم الحد الماضي وانتهت أمس، وانتهت يعني البيان الإثيوبي الخاص بهذه الجولة. أولا ذكروا أن دي الجولة الأولى، معرفش يمكن عشان ما يكلموش عن يعني عشرات اللقاءات والاجتماعات اللي اتعملت قبل كده، مش لطيف أن يقولوا مثلا الجولة 70 مثلا من المفاوضات، لكن قال ان هذه الجولة كانت لعرض وجهات النظر، وتم الاتفاق في نهايتها على انه يبقى في جولة جديدة من هذه المفاوضات في سبتمبر اللي هيبتدي بعد يومين على طول في أديس أبيبا في إثيوبيا. وزارة الري المصرية نزلت الموارد المائية والري، نزلت بيان برضو وقالت انه هذه الجولة يعني ما حصلش فيها صحيح تقدم ملموس، ربما لان هم كانوا متفقين على انه طب نشوف اخر ما وصلت اليه مصر ايه في طلباتها، وكذلك السودان وكذلك اثيوبيا، وبعد كده نبتدي بقى نشوف هنوافق على ايه وهنعمل ايه. فيعني احنا متفائلين، ومش يعني ما كانش مطلوب من هذه الجولة الأولى بعد قطيعة للمفاوضات لمدة طويلة أن يحصل فيها اتفاق سريع ومباشر يرضي مصر والسودان، لكن حصل عرض وجهات النظر وانتهت الجولة بسلام. وإن شاء الله هنتابع مع حضراتكم أول ما يتحدد ميعاد جولة المفاوضات الثانية في إثيوبيا. احنا عندنا 13/7 كان لقاء أبي أحمد بالسيد الرئيس، يعني 13/10 من المفروض أن يكون قد انتهى هذا الاتفاق، والحقيقة أنه ده هيكون مواكب لانتهاء الملء الرابع لسد النهضة بإجراءات أحادية الجانب لا توافق عليها مصر والسودان، لكنهما يستعملان أقصى درجات ضبط النفس ويؤمنان تماما بالمفاوضات ويقدران معا مصر والسودان الظرف العصيب الذي تمر به إثيوبيا من صراعات داخلية، ومن اتخاذ هذا المشروع وتصويره للشعب الإثيوبي على أنه المشروع القومي المأمول الذي يوحد كل أبناء الأورومو والتيجراي وكل القبائل الكبيرة والصغيرة اللي موجودة في إثيوبيا على أمل واحد، وأنه هو ده الكهرباء وأنه هو ده الخير، وأنه بالرغم من أنه الحقيقة بتقول أنه المية اللي تم حجزها ورا جسم السد، اولا ما قدروش يوصلوا للارقام الكبيره قوي الملايين الكبيره اللي كانوا بيقولوا عليها، 74 مليار اللي كانوا بيقولوا عليهم، وده بسبب يعني عيوب في جسم السد نفسه وانه مش هيتحمل، لكن وحصل نوع من انواع الاصلاح واضطروا الى فتح البوابات الجانبيه، وطبعا فتح البوابات معناه ان الميه هربت، ولما هربت جت لمصر والسودان بنسبة معقولة، لكن بالرغم من كده إلا أنه هم عملوا هذا الملء لمدة 4 مرات من نفسهم دون استشارة مصر والسودان.
الحقيقة ده كان قبل كمان ما يعني مصر تقدر الظرف اللي بتمر به السودان. لكن اللي يهمني جدا أقوله لحضراتكم النهاردة واللي هستشرف أفاقه مع الدكتور أحمد عبد الدايم اللي هيكون معايا عبر تقنية زوم النهاردة إن شاء الله، وهو أستاذ بكلية الدراسات الإفريقية. يمكن الدراسات الإفريقية هنا بتنفعنا عشان نشوف هذه الدول كيف تسير فيها الأمور وكيف يتم اتخاذ القرارات ومن يؤثر في اتخاذ القرار. دي دول مبنية على قبائل وسياسة قبائل مع بعض، مش ديمقراطية أو سيادة قانون أو شيء من هذا القبيل، وده موضوع مهم جدا ممكن يتحط في الحسبان. غير كده الظرف اللي بتمر به السودان، الظرف اللي بتمر به السودان دلوقتي وهو ظرف مؤلم، لكن لا نريد أبدا أن يتم استغلال هذا الظرف أو أن يكون طرف قد تعمد الدخول والمساهمة في إشعال هذا الظرف على أمل أن ده هيلهي مصر والسودان عن حقهم في المية بتاعة نهر النيل. هنشوف خلال الفقرة الجولة معناها إيه، واللي جاي ممكن يتوقع أنه يكون إيه، وهل فعلا هيفي أبي أحمد في هذه المرة. فاكرين لما الرئيس جابه في رئاسة الجمهورية وقال له قول ورايا، حلف أنه مش هيضر الشعب المصري ولا السوداني في المية بتاعتهم، ومع ذلك اتخذت إجراءات أحادية الجانب من ناحية إثيوبيا وملأوا الماء خلف جدار السد الملء الأول والتاني والتالت والرابع وصبرت مصر. لكن لا ترتكنوا كثيرا على صبر مصر، لأنه إذا نفد ستكون العواقب وخيمة. خلونا نبتدي بأخبارنا لهذا اليوم. نبدأها بأخبار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي استقبل النهاردة بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني خلال زيارة سيادته لمصر، وأكد اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستوى الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، وأكد موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف إلى جانب السودان ودعم أمن واستقرار ووحدة وسلامة أراضي. تعالوا نشوف جزء من هذا الاستقبال ونرجع بعد كده نكمل أخبارنا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكدا موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصة خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. من جانبه أعرب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مشيدا بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصة من خلال حسن استقبال المواطنين السودانيين بمصر، ومعربا في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن السودان الشقيق على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل. وتناول اللقاء كذلك تطورات مسار دول جوار السودان، حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخرا في مصر،
كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق، لا سيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثية حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام. خلال اللقاء اللي تم النهاردة بمدينة العلمين الجديدة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الكبير رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أنه حرص على إطلاع القيادة المصرية على تطورات الموقف في السودان، وخلال تصريحات صحفية أكد أن القوات المسلحة السودانية لا تسعى للاستمرار في حكم السودان، كما أنها تواجه جماعات متمردة ارتكبت جرائم حرب للاستيلاء على السلطة. ووجه الشكر والتقدير لمصر شعبا وقيادة على استضافة الجالية السودانية الكبيرة وتقديم كل العون له. تعالوا نشوف كلمة الفريق الركن أول عبد الفتاح البرهان. أولا التحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتحية للحكومة المصرية وللشعب المصري على استضافتهم الكريمة للشعب السوداني واستضافتهم الكريمة لنا اليوم. نحن في السودان كما معلوم بنواجه حرب مدمرة قامت بها مجموعات متمردة، قامت بها مجموعات استعانت بكل ما يمكن أن يدمر الشعب السوداني. مارست فيها هذه المجموعات أبشع أنواع الجرائم، جرائم التي يمكن أن تصنف كجرائم حرب في الخرطوم وفي الجنينة وفي نيالة وفي زالنجي وفي مختلف بقاع السودان، ممارسات طالت كل الشعب السوداني، نهب مواله، نهبت ممتلكاته، انتهكت حرماته، اغتصبت بناته. هذه الممارسات أدمت قلوب الشعب السوداني وأدمت قلوب العالم. نحن في هذه الزيارة أردنا أن نشرح تطورات الموقف للقيادة المصرية. القيادة المصرية والشعب المصري هم جيران وأصدقاء، ونحن كلنا بنفتكر أن عندنا مسؤولية مشتركة تجاه الشعبين. قصدنا أن نضع القيادة المصرية في الصورة الصحيحة، نطلعهم على تطورات الموقف، أيضا نتفاكر في شأن الجالية السودانية الكبيرة التي لجأت إلى مصر، ونحن ده صوت هذا المقام من خلاله نشكر الشعب المصري ونشكر القيادة وكل من سهل أمر دخول السودانيين إلى مصر. أيضا نحن نطلب من العالم أن ينظر إلى هذه الحرب نظرة موضوعية، نظرة صحيحة. هذه الحرب قامت بها مجموعة تريد أن تستحوذ على السلطة، في سبيل ذلك قامت بكل جريمة بشعة أو يمكن أن تخطر على بال البشر. الجرائم الواقعة الآن في السودان من تهجير للمواطنين، من استيلاء على ممتلكاتهم، من النهب والسرقة والقتل في كل مكان. طالت هذه الحرب اللعينة السودانيين، لذلك نحن حريصين في أن نسعى في أننا نضع حد لهذه الحرب ونضع حد لأنه هذه المأساة تنتهي. نحن في الجيش في القوات المسلحة السودانية ملتزمين بأننا نسعى إلى إقامة فترة انتقالية حقيقية يستطيع بعدها الشعب السوداني أن يؤسس دولته من خلال انتخابات حرة نزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يريد أن يحكمه. أيضا هنالك بعض الأكاذيب التي تروج بأن النظام السابق وجماعات الإسلامية والجماعات الإرهابية القوات المسلحة أصبحت حاضنة لها. هذا الأمر هو الكلام مردود على كل من يرويه. هذا الأمر أصبح كفزاعة يستعين بها كل من يريد أن يستأسد على الشعب، يريد أن يدمر الشعب السوداني، أصبح يتحدث بهذه اللهجة. نحن نؤكد أن القوات المسلحة السودانية قوات قومية ليست لديها أي نزعة لاستيلاء على السلطة، ليست لديها أي نزعة لاستمرار في أنها تحكم السودان. نحن من هذا المنبر بنطمن كل أصدقاء السودان وكل جيران السودان، وبنشكرهم في أنهم دعموا السودان ودعموا الشعب السوداني، أننا ماضين في أننا
نسعى إلى إيقاف هذه الحرب، نسعى إلى نهايتها، نسعى إلى استكمال المسار الانتقال الديمقراطي، نسعى إلى إقامة انتخابات حرة ونزيهة في نهاية المسار الانتقالي حتى يختار الشعب السوداني من يحكم. نكرر شكرنا لكل أصدقاء السودان، لكل الذين دعموا الشعب السوداني، لكل الذين وقفوا معنا سياسيا واجتماعيا، دعموا شعبنا وقفوا معه وخففوا عليه. شكرنا لكم أيضا على إتاحة هذه الفرصة لنقل رؤيتنا إلى العالم. شكرا جزيلا. الأستاذ حاتم عبد القادر، رئيس تحرير جريدة العربي الإفريقي، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. ربما يعني الطرح اللي قدمه عبد الفتاح البرهان في هذه الكلمة هو طرح مطمئن لكل الدول اللي بتؤمن بقوة الدولة، وأنه الدولة مش مفروض تضعف قدام عصابات مهما كانت مدعومة فتصير حرب، وبعد كده نقول يلا نقعد بقى يا جماعة بقى كفاية كده، الناس ماتت والناس جاعت والناس اختصبت، وبناء على المفاوضات يصير الباغي الإرهابي جزء من منظومة السلطة الجديدة. هل بتشوف حضرتك أنه هذا الطرح يعني برغم أنه عادل جدا لكن هل يؤخر انتهاء المشكلة في السودان؟ يعني مساء الخير على حضرتك أستاذ المشاهدين. في البداية هو طبعا يعني خليني أخذ الجزء الأخير من سؤال حضرتك وأبدأ به، بأنه جماعات الدعم السريع واللي للأسف في بعض القوى والدول في الأقليم بتطفي عليها الشرعية في إطار المطالبة بالتفاوض مع القوات المسلحة السودانية اللي هي الجهة الشرعية اللي بتمثل السودان في الوقت الحالي أو في الفترة الانتقالية. وبالتالي حتى الكلمة اللي قالها الفريق أول عبد الفتاح البرهان اللي استمعنا إليه من قليل، وده رجل بيمثل الجهة الرسمية الأولى في الوقت الحالي في السودان، هو الرجل نفسه حتى نستخلص من هذه الكلمة أربع محاور رئيسة، هي إن القوات المسلحة السودانية لا تسعى للاستمرار في الحكم، وده بحد ذاته كلام مطابق للقوى السودانية المختلفة في السودان. الحاجة الثانية هو أفصح، يعني بيتكلم رجل صريح العبارة إن هو بيواجه جماعات متمردة في إشارة إلى الدعم السريع ومن يوافق النهج أو الاتجاه، يعني إنه جماعة الدعم السريع في نفس الوقت ارتكبت جرائم حرب، كما إنه هم عاملين على السعي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. والمحور الأخير اللي هو السعي لإجراء انتخابات حرة هو ده في الأساس اللي المفروض بتدعو ليه بعض القوى أو الأطراف في الأقليم إلى الحوار مع جماعات الدعم السريع والقوات المسلحة. إيه الهدف؟ الهدف طبعا هو الوصول إلى حل سياسي نبدأ منه يكون قاعدة أو منصة انطلاق لإجراءات انتخابات حرة ونزيهة من خلال المواطن السوداني اللي بيختار المؤسسات الدستورية الحاكمة في فترة مستقرة لما كان عليه الوضع قبل يعني عزل الرئيس عمر البشير. الحقيقة انه الزيارة ايضا في محور مهم للوفد المرافق لفريق عبد الفتاح البرهان برضه. استاذن حضرتك بس توضح لي صوتك شويه لانه في حروف كتير بتطير مني، اتفضل اخر جمله اتفضل. اللي لو انا معلش بس ممكن يكون المكان اللي انا قاعد فيه الصوت واطي لا هو مش بيقطع ولا حاجه، بس حضرتك يعني وضح بس كلامك شويه اتفضل. تمام. طبعا في محوريه مهمه جدا في الزياره برضو اليوم ان هي بتؤكد على انه كان في تقديري انا كمتابع للاحداث في السودان ان الحل لن يكون الا في القاهره بحكم الروابط التاريخيه وبحكم ما يكون مشترك من علاقات الامن القومي ما بين مصر والسودان. وبيؤكد على ذلك الوفد المرافق لفريق اول عبد الفتاح البرهان النهارده ثلاثة من أهم المسؤولين في الفترة الانتقالية في السودان، هم وزير الخارجية ومدير المخابرات ومدير منظومة الدفاعات الصناعية
في جمهورية السودان. والأخير حتى اللي هو الفريق أول مرغني إدريس بمدير الصناعة، يعني ممكن حد يندهش يعني. أولا ده بيدل على أنه في حالات السلم وفي حالات الأزمات لا، لأنه في اتفاقيات وفي تعاون مشترك بين مصر والسودان في مثل أمر في الدفاعات العسكرية إلى آخره، وده بيكون يعني نقطة بتوضح إلى ثقل أو محورية الدولة المصرية في الاتجاه إلى حل الأزمة في السودان. طب أستاذن حضرتك يا أستاذ حاتم، يعني دلوقتي تحدث السيد عبد الفتاح البرهان في كلماته القصيرة اللي شاهدناها معا حالا عن أنه هذه القوات ارتكبت أعمال قتل ونهب وسرقة واغتصاب، فيعني هل من هدنة تطول حتى ننجز اتفاق ما أو نبتدي نبني بقى البلد، لأن احنا كده ماشيين عمالين نخرب نخرب نخرب؟ شوف يعني احنا بقالنا اربع يعني تجاوزنا اربع اشهر منذ 15 ابريل الماضي الى اليوم. انا عاوز اقول الاوضاع الانسانيه في السودان اوضاع يعني لا يتخيلها بشر، وهي ما كانتش ناقصه اصلا الاوضاع الانسانيه. يعني انا عاوز اقول لحضرتك انا في 2014 انا زرت السودان انا في العاصمه الخرطوم، العاصمه الخرطوم اللي هي المفروض تمثل القاهره. انا عاوز اقول لحضرتك ان كان هذه الخرطوم عاوزه مثلا حوالي 30 سنه علشان تبقى زي مدينه المنصوره في القاهره. طبعا انا عاوز كشاهد عيان، انا عاوز اقول لحضرتك وانت ماشي مع الصديق بالليل بتتمشى البلعات المكشوفه، يعني واضح ان هم علشان اهل البلد عارفين يعني ممكن يتفادوا هذا الامر، يعني ممكن واحد وانت ماشي بتتكلم معاه ممكن يقع بقى او مهاجر او حاجه. يعني عاوز اقول لك انك علشان مثلا مع صديق تدخل تشوف مطعم او كويس يعني نجمتين او ثلاث نجوم تتعشى فيه او حاجه زي كده، عمليه صعبه. المواصلات هناك يعني انا اسف عاوز اقول غير ادميه، لكن يعني مستوى متهالك. مطار حياتك رحت في 14، ده بعد كده بقى ده بتكلم في 14 السجاير ب 10,000 جنيه سوداني و... انا يعني بكلمك الموضوع اعتراض ده اكثر يعني. والحقيقه انا عاوز اقول انه طبعا في 14 كان لسه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني لسه رئيس حديث يعني في تولى امور البلد يعني. عاوز اقول لك كان مدى الحنق والغضب على الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى رسميا ومن ميراث عمر البشير الارهابي بالضبط، يعني حتى وان كان يظهر هو نفسه يعني الى اخره، ولكن هي ما في القلب في القلب. على اي حال الوضع اللي حضرتك بتشير اليه في السودان النهارده بعد عمليات التخريب والقتل الى اخره، احنا وصلنا بس من 11 اغسطس الى اللحظه اللي بنتكلم فيها النهارده 60 قتيل 250 جريح و50 الف نازح دافين في نياله، في نياله في اقليم دارفور. يعني الكلام ده الارقام اللي انا بقول لحضرتك دي ارقام لسه يعني النهارده، يعني احصائيات انا حصلت عليها النهارده في نياله. الاوضاع فيها مشتعله بشكل غزير وبتنذر برضو بتجدد اشتباكات عرقيه. الحرب يوميا في العاصمه الخرطوم، واذا تزايدت وتيره الاحداث ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هذا معناه أن هناك حرب أهلية تدق أبواب السودان. بشكرك أستاذ حاتم، بشكرك على تحليل حضرتك أستاذ حاتم عبد القادر رئيس تحرير جريدة العرب الإفريقي، ونتمنى كل الخير لإخواتنا وأشقائنا، أشقائنا من القلب، لأن هذا الشعب شعب طيب جدا وشعب معطاء وشعب سخي وشعب ما يكذبكش إلا اللي تلوث بهذا الحكم الإسلامي الإرهابي الجائر اللي كان بتستخدمه كل الجماعات الإرهابية كأيد ليها علشان تخرب مصر وتخرب دول جوار السودان. يبدو أن الحلقة اليوم بها حديث إفريقي مطول، بنتكلم عن السودان، هنشوف كمان شوية خبر عن زامبيا، الفقرة عن إثيوبيا، يعني وده دورنا الحقيقة، لأنه إفريقيا هي القلب وإفريقيا هي العمق، وإذا كانت مصر بتعمل علاقات مع الدنيا كلها فعندها أمل مخلص ونية صادقة أن تكون هذه العلاقات في خدمة دول أفريقيا. أروح مع حضراتكم دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللي عقد اجتماع النهاردة بمقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة لمتابعة خطة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية
في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتمكين القطاع الخاص بحضور عدد من السادة الوزراء. خلال الاجتماع أشاد الدكتور مصطفى بالتعاون اللي دشنته الحكومة مع هذه المؤسسة بعد أن تم اختيارها كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات، سعيا من حكومة مصر للاستفادة من الخبرات المتراكمة للمؤسسة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. أيضا كان في متابعة من رئيس الوزراء النهاردة من خلال اجتماع عن موقف الإفراج عن السلع والبضائع الموجودة في المواني المصرية، حضروا عدد من الوزراء والمسؤولين. أكد خلاله دكتور مصطفى مدبولي أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بعمليات الإفراج الجمركي، ما يحقق سرعة وانتظام هذه العمليات وتوفير كل الاحتياجات والمستلزمات المختلفة القطاعات خصوصا ذات الأولوية. الأستاذ عبد اللطيف وهبة الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. يعني إلى أي حد بنشوف أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية تساعد مصر على اجتياز مرحلة هذا البرنامج الطموح، برنامج الطروحات الحكومية وتخارج الحكومة بأكثر من نسبة وبأكثر من شكل لتمكين أكبر للقطاع الخاص، ولو أني ما بحبش الكلمة دي، بس لوجود أو مساحة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد في مصر؟ يعني في الحقيقة زي ما حضرتك عارف أن مصر منذ أن بدأت هذا البرنامج وحددت الشركات وأيضا تبقى لوثيقة ملكية الدولة، يعني قامت بعملية ترويج فيما يتعلق ببيع حصص أو أسهم أو مشاركات أو مع القطاع الخاص سواء في مصر أو في الخارج أو حتى الصناديق السيادية العربية. أي عايز أقول لحضرتك أنه بعد ذلك قامت بتوقيع اتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية، ده باعتبارها يعني مستشار استراتيجي لعملية الطرح. لذا لنا مؤسسة دولية، ثانيا لديها علاقات بكافة المؤسسات المالية والبنوك والشركات العالمية الكبرى، وبالتالي هي في نفس الوقت من الممكن ان هي تقوم يعني ايه نيابة عن الحكومة فيما يتعلق، انت عارف اما يبقى جهة زي دي هي اللي بتتولى البرنامج. أيوة. بيبقى روتشو مجاني، يعني ترويج مجاني. أيوة. لمصر. أيوة. وهي عندها تراكم خبرات جيد في بخصوص مسألة التخارج وزيادة مساحة القطاع الخاص في الدول. طبعا في كل القطاعات وليس قطاع واحد. أيوة. وبالتالي الاجتماع بيأتي في إطار المتابعات بينها وبين الحكومة فيما يتعلق بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية. طيب هل يا فندم اتخذت قرارات جديدة بناء على هذه الاجتماعات والمشورات والمساعدات؟ عايز أقول لحضرتك أنت دلوقتي البرنامج لو حضرتك تلاحظ أن في قبل نهاية أو بداية العام المالي الحالي اللي هو 23-24 حضرتك تتذكر تماما أن الحكومة عقدت مؤتمر صحفي. أي. وأعلنت فيه ما تم اتخاذه من إجراءات في أي. الفترة الماضية، كان منها أن الحكومة استطاعت أن هي يعني جمع 1.9 مليار دولار قيمة بيع مساهمات في شركات وحصص في شركات وخلافه. وبالتالي الفترة القادمة هناك تعهدات من جانب الحكومة ان هي برضو بتستمر في البرنامج، وده للحصول على يعني ايه مساهمة من جانب القطاع الخاص، يعني بيساهم صناديق الاستثمار العربية بالإضافة الى يعني كافة القطاعات المختلفة في مصر اللي هو القطاع الخاص اذا كان بيحب يخش في شراكات مع الحكومة حتى في مشروعات وليست مش شرط بيع بالكامل. طيب يعني خليني أسألك عن الموضوع الثاني المهم اللي كان بيتناقش النهاردة، وهو مسألة الإفراج عن المواد الأساسية
من السلع اللي موجودة في المواني، إيه حجم هذه المواد، حجم ما تم الإفراج عنه، تسهيل الإفراجات الجمركية؟ يعني في الحقيقة لم يعد هناك تكدس كما كان في العام الماضي. أي. فيما يتعلق بالسلع والبضائع لم تعد هناك أزمة في عمليات الإفراج الجمركي. قبل كده تتذكر كان في أزمة وكان في تكدس في للسلع في الموانئ المصرية. الحكومة في ذلك الوقت يمكن أفرجت عما قيمته حوالي 15 أو أكثر مليار دولار. اليوم رئيس مجلس الوزراء في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لهذا الموقف أيضا طالب من كافة الجهات ذات الصلة بضرورة تسهيل خروج كافة السلع والبضائع والإفراج الجمركي عنها، خاصة أن حضرتك تعلم أن في سلع لها أولوية وضرورة في السوق المصري زي الأدوية، زي الأمطال، زي المستلزمات، الأعلاف اللي عملت لنا الأزمة الكبيرة قبل كده. بالضبط. تمام. بشكرك جدا يا فندم. هنجد ان هم افرجوا خلال 9 شهور حوالي 3.5 مليار دولار. بشكرك يا فندم جدا استاذ عبد اللطيف وهب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. خلونا نطلع لفاصل ونرجع نكمل اخبارنا مع حضراتكم. أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية. نكمل أخبارنا بخبر الحقيقة خبر خطير من زامبيا. السلطات المصرية بتؤكد أنها تنسق مع نظيرتها في زامبيا بشأن التحقيق مع المصريين المحتجزين بدولة زامبيا، وأن مصر تتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية تجاههم. كانت السلطات الزامبية قد أصدرت بيان من حوالي أسبوعين حول احتجاز طائرة مصرية على متنها مصريين تم إيقافهم، إيقافهم دي في اللغة العربية مقصود بها القبض عليهم يعني، بمطار داخل زامبيا لمخالفتهم القانون، وتم احتجازهم لإجراء تحقيق معهم. دكتور أيمن سلامة الخبير في القانون الدولي، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ ايهاب، اهلا بسيادتك والسادات والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا دكتور، ويا ريت حضرتك تقول لنا ايه الحكايه بالظبط. هو طبعا يعني الموضوع معقد ومريب، وفي يعني لابد ان تكون الاخبار والانباء من كل المصادر. أي. وتحديدا المصادر الرسميه وليست طبعا مصادر السوشيال ميديا طبعا فيسبوك وغيره، يعني لا حتى يعني إن الخبراء والمحللين والقانونيين يستطيعوا أن يدلوا بدلوه. ولكن وفقا لزي ما تفضلت حضرتك آخر الأنباء التي كانت أمس في أحد المحاكم الزامبية في لوساكا، وزامبيا هي يعني دولة الإقليم اللي وقعت عليه الجرائم التي أو الاتهامات يعني بارتكاب جرائم مدعاة، جرائم مزعومة، ليس فقط من قبل الخمسة المصريين ولكن معهم أيضا ستة زامبيين، أحدهم ضابط شرطة كبير في هيئات إنفاذ القانون في زامبيا. فالاتهامات طبعا خطيرة، المسألة لا تتعلق. إيه هي الاتهامات يا دكتور اللي وصلت؟ أكبر اتهام يا فندم، ويعني ليس هو الاتهام، بتهريب المواد الخطرة والعملة، وطبعا العملة وتحديدا العملة الصعبة تهريبها من أو إلى زامبيا، هذه مسألة مؤثمة مجرمة في التشريعات الزامبية بشكل كبير جدا. ولكن الاتهام الأخطر هو توجيه تهمة التجسس. والتجسس هنا المحاكم أمس في الجلسة الأولى الإجرائية المحكمة الزامبية ربطت جريمة الاسبيوناج التجسس، ربطتها بتهديد المصالح العليا لجمهورية زامبيا وايضا المصالح الامنيه لهذه الدوله. ده موضوع خطير يا دكتور، معنى كده ده حاجه لابسه في اعدام، يعني لو هذه الاتهامات يعني من وجهه نظرهم
فضلوا مصرين على انها حقيقيه. يعني حتى هذه اللحظه لا نستطيع ان نستبق، لان طبعا اول ضمانه من ضمانات محاكمه المتهم سواء كان وفق المواثيق الدوليه لحقوق الانسان او وفق التشريعات الذنبيه او المصريه او غيرها هو افتراض قرينة البراءة. يعني أن الاتهام أمس، الهيئة التي اتهمت، الهيئة القضائية التي اتهمت المصريين والزامبيين بالتجسس، وهم بيتهموهم هم لديهم يقين يعني لا يحمل شك حتى لحظة النطق بالحكم النهائي أن هؤلاء أبرياء وليسوا متهمين. ولكن التجسس وتهديد المصالح العليا والأمنية في البلاد حتى هذه اللحظة ووفق التشريعات الذنبية الوطنية، فالعقوبة هي أقصى عقوبة هي 30 سنة سجن يا أستاذ إيهابي. طب دكتور أيمن، هل لدينا معلومات هذه الطائرة ما جنسيتها، كانت طالعة منين وكانت رايحة فين، وإيه اللي قعدها 48 ساعة في هذا المطار، وهل فعلا كان عليها ملايين الدولارات وسبائك الذهب اللي بيقولوا انها اتلقت فيها، هل هي حقيقيه، هل هي شكليه مزيفه؟ شوف، هو دي مساله يعني معقده جدا جدا. هي الطائره وفق وسائل الاعلام هي طائره ترانزيت، ولابد ان احنا نشير ان الطائره ترانزيت والدوله الترانزيت مثل مطار القاهره الجو ترانزيت ليست عليها سلطه وجوبية، سلطة إجبارية في تفتيش وفحص الشحنات. أنا بتحدث على الشحنات. أي. اللي موجودة يا فندم على كل طائرة ترانزيت بتيجي مطار القاهرة، مطار هيثرو، لندن، مطار، يعني زي ما جات زي ما هتمشي، لحد نزل منها ولا حد أضاف إليها، مش دي قوانين ترانزيت؟ ولكن يا فندم أي مطار ترانزيت، وده اللي حصل مع هذه الطائرة بالطبع، أي مطار ترانزيت في العالم عليه واجب دولي انه يفتش الطائرة من حيث السلامة والامن وصلاحيتها للاقلاع لمرة ثانية لنقطة المطاف او الوصول. يا فندم انا هنا لا اتحدث عن الشحنة يا فندم. تمام. وبرضو استاذ ايهاب عشان لا ننسى، بالنسبة لزامبيا الذهب ليس اخطر من الدولارات يا استاذ ايهاب. لماذا؟ لأن التشريعات الذنبية في السنوات الثلاثة الأخيرة تم تعديلها لمنع يعني إلحاق الضرر بالعملة الوطنية الذنبية من خلال التهريب من أو إلى الدولة الذنبية. فمسألة تهريب العملات لدى زامبيا والإضرار وإلحاق الضرر بالاقتصاد القومي في زامبيا، هذه أيضا جريمة خطيرة وجريمة كبرى وفق التشريعات الوطنية الذنبية التي تم تعديلها في الثلاث سنوات الأخيرة أستاذ إيهاب. طب يا فندم، يعني إحنا حضرتك ما أجبتنيش عن جنسية الطائرة أو هؤلاء الركاب كانوا جايين منين ورايحين فين، مدام دي دولة ترانزيت. الجنسية، لا، جنسية الطائرة غير مصرية. الجنسية غير مصرية. وخلينا ايضا يا استاذ ايهاب ان احنا يعني بكل امانة، الاهم عندي كرجل قانون في هذه المسألة ان لماذا الاتهام بالتجسس، لان دي مسألة خطيرة جدا، ويعني ما اعتقدش ان في وسيلة اعلام في العالم تحدثت عن هذه المسألة إلا قناتكم الموقرة. دي مسألة خطيرة، لأن الناس والمتابعين بيشايفين أن دي تهريب، وأن في أسلحة، وأن دخول أسلحة غير مرخص بها أو دولارات، ولكن لم يتحدث أحد من الأحد حول لماذا اتهمت السلطات في زامبيا مثل هكذا اتهام خطير للزامبيين الستة والمصريين الخمس. المفترض وفق طبعا الأنباء الشحيحة القليلة ولكنها أنباء مؤكدة، أن هذه الطائرة سواء كانت طارت يعني حلقت في أجواء في الإقليم الجو الزامبي محظورة، أو الطائرة نفسها يا فندم نزلت في دائرة غير محدد لها مسبقا في داخل ميناء لوساكا
او مطار كينيس كاويندا. مطار كينيس كاويندا الدولي هو مطار مسمى ومكنى باسم ابرز زعماء ورؤساء زامبيا في الفترة الاخيرة. فانا لا يعني بحتمل احتمال ان موضوع ان هي الطائرة فعلا قد تكون حلقت طارت قبل هبوطها في مطار لوساكا، يعني حلقت في منطقة محظورة، سواء كانت هذه المنطقة المحظورة وفق اللوائح التنفيذية والتعليمات والأوامر الزامبية الوطنية هي منطقة محظورة عسكريا، منطقة تدريبات ومناورات عسكرية، وكل الطائرات قبل إقلاعها أو مرورها أو هبوطها في زامبيا من المفترض أنها تعلم علم اليقين الروت باساجز، الممرات المسموح، الممرات الجوية المسموح والممرات الجوية أو الفضاء الإقليم الجوي الوطني في زامبيا المرخص بالمرور فيه أو المحظور المرور فيه. طيب. فهذه هي هذا هو الاتهام الموجه بالتجسس، لأن بهذا الشكل بتكون الطائرة هددت الأمن والمصالح العليا لدولة مستقلة هي جمهورية زامبيا. طيب يا فندم، في مسؤولين مصريين سافروا أول امبارح، في رأي حضرتك ده يغير الموقف القانوني؟ وهل ممكن استرداد المصريين ومحاكمتهم هنا بمراقبة من زامبيا؟ بس قبل ما أخد إجابة حضرتك، حضرتك قلت إن إحنا القناة الوحيدة اللي تحدثنا عن تهمة التجسس، بينما أمامي، لو سمحت لي بس حضرتك، أمامي البي بي سي اتهام 5 مصريين وستة زامبيين بالتجسس في حادث طائرة، موقع اسمه مدى مصر في سويس إنفو. يا فندم، يعني مواقع عالمية وقنوات رسمية، مش إحنا اللي. يا أستاذ إيهاب، ودي حصري لحضرتك، مفيش قناة غير قناة سيادتك، غير قناة في العالم، وأنا متابع هذه المسألة عن كثب منذ اللحظة الأولى. مفيش قناة يا فندم قالت لماذا جريمة الإسبيوناج، إسبيوناج كرايمز، دولت أكيوز، متهمين بجريمة الإسبيوناج. ده كويس إن هم قالوها، إنما كان من المهم بمكان ووفقا لمبادئ العمل الصحافي والإعلامي والشفافية والحق في المعلومة إن يفهموا المشاهدين والمتابعين لماذا اتهام هذا الاتهام. اتهام خطير، ما هوش اتهام تهريب عملة، ده اتهام تجسس. يعني حضرتك تقصد ان احنا بس اللي استقصينا في هذا الامر. طيب يا فندم، هل بقى الموقف القانوني يتغير بسفر هؤلاء المسؤولين؟ شوف يا فندم، يختلف اذا كان هؤلاء المسؤولين المصريين امنيين ام قضائيين من وزارة العدل، او حتى هناك بقى مش سفروا، القنصلية والسفارة المصرية المسؤولين هناك لهم الحق في ما يسمى بلغة القانون الدولي المساعدة الدبلوماسية للمتهمين. أيوه. أمام، بس يعني أنا عايز بس من فضلك أتناول مسألة إزاي إن ممكن إن إحنا نستردهم، ودي حصلت قبل كده مرارا وتكرارا، ليس في مصر ولكن في دول عديدة. في مبدأ أو في إجراء قانوني، إجراء قانوني قضائي اسمه التعاون القضائي الدولي بين الدول. وهذا التعاون القضائي مؤداه، وباختصار حتى لا نعقد على السادات والسادة المشاهدين، إن بالرغم أن الجرائم المدعى ارتكابها، الانتهاكات يعني، وقعت في الإقليم الزامبي، وأن زامبيا هي لها الاختصاص القضائي الأصيل في الملاحقة والمحاكمة والمعاقبة، ولكن إذا تمت مذكرة للتفاهم أو مذكرة للتعاون القضائي بين مصر وزامبيا، تستطيع مصر أن تسترد ليس فقط المتهمين المصريين طبعا فقط، ولكن القضية نفسها والاتهامات يتم محاكمة المصريين والتحقيقات معهم أمام القضاء المصري، ولكن زامبيا تشترط أن تراقب سواء من خلال أفندم؟ بقولوا ده حقها طبعا، ده حقها الأصيل، وبعدين ليها أن هي توافق وليها أن هي ترفض الطلب المصري.
طب يا فندم حضرتك تسمح لنا نتابع مع حضرتك تطورات هذه القضية لأنها قضية كبيرة. أهلا وسهلا. قامة قانونية عظيمة. العفو يا فندم، أهلا بسيادتك. شكرا جزيلا دكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي. إذن ملخص هذا الأمر أنه هناك طائرة غير مصرية، وده كان يهمني جدا أتأكد منه، هذه الطائرة على متنها جنسيات متعددة تم توقفها في مطار سوكارنو في زامبيا، وتم توجيه الطيارة فيها دولارات وفيها ذهب إذا كان يعني ذهب حقيقي، وتم توجيه تهم عديدة ل 11 شخص من ضمنهم 6 زامبيين و5 مصريين. السلطات المصرية تعمل على استجلاء غموض الموقف وعلى استرداد طبعا أولادنا وعلى كل ما يمكن أن نساعد به، وإن شاء الله تطلع الحكاية دي كلها مش حقيقة. وفكرة خروج الطائرة عن المسار المخصص لطائرات الترانزيت، إحنا كأفراد وإحنا ماشيين في المطارات بنمشي وفي الآخر خالص يقولك هذا المسار مخصص للترانزيت، ربما شفناش اليافطة، ربما دخلنا في سكة تانية، وبعدين يعني بتبقى الحاجات قريبة قوي من بعض، لولا إنه بيبقى فيه مثلا موظف واقف يقول ترانزيت أو الخروج بقى لا يخرج للبلد كده. فالمسألة إن شاء الله ما تكونش فيها خطورة وتبقى مجرد سوء تفاهم. يعني عندي خبر تاني مهم جدا، بعد سرقة 2000 قطعة أثرية من المتحف البريطاني، مصر والصين وعدد من الدول تطالب باستعادة أثرها من المتحف البريطاني. هقول لكم الخبر، ناخد مداخلة مهمة ونقول فيها كلام مهم. عدد من دول العالم بما فيها الصين طلبت المتحف البريطاني المتورط في فضيحة سرقة كبيرة، طلبت بإعادة أثرها حسب ما ذكر موقع أرت نت نيوز الألماني. وتأتي هذه المطالب في ضوء سرقة 2000 قطعة أثرية من المتحف البريطاني. الصين نشرت طلبها الرسمي في صحيفة جلوبال تايمز المملوكة للدولة والناطقة باللغة الإنجليزية، حيث أدرجت بعض القطع الأثرية الصينية اللي يبلغ عددها 23,000 قطعة بهذا المتحف. في ضوء هذه المطالبة، دول أخرى زي اليونان نيجيريا طالبت بضرورة إعادة القطع الأثرية الخاصة بها اللي استولت عليها أو نهبتها القوات الاستعمارية. كما دعت إثيوبيا لاستعادة أثرها اللي استولى عليها البريطانيون خلال عملية عسكرية عام 1868، والهند أيضا تسعى لنفس الموضوع لاستعادة أثرها المنهوبة من قبل بريطانيا في عام 1879. غانا بتطالب بإعادة المجوهرات الذهبية اللي نهبها الجيش البريطاني 1874. دكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري الكبير ووزير السياحة والآثار وزير الآثار المصري السابق طالب أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بعقد اجتماع للجنة العليا لاستعادة الآثار المسروقة لمناقشة استرداد حجر رشيد من المتحف البريطاني. دكتور أحمد عامر الخبير الأثري، مساء الخير يا فندم. يعني مساء الخير على حضرتك يا أستاذ إيهاب وعلى كل السادة المشاهدين. طيب دكتور أحمد عامر، حين احتفلنا بحجر رشيد في آخر احتفال أنا سألت حضرتك وقلت لك لماذا لا تطالب مصر باسترداد هذا الحجر، لأنه حقها الأصيل ومعروف، اللي يقرأ سلسلة سليم حسن الأثري العظيم يعرف أنه الجثث كانت بتترمى وبتتباع المومياوات في الشوارع، وكان الأناصل والموظفين بتوع بريطانيا بيحملوا على المراكب آلاف القطع الأثرية المصرية. وتساءلنا وقتها إلى متى هذا الإهدار لحق مصر في استرداد أثرها. أعرف رأيك فيما حدث. يعني هو فيما حدث حضرتك قلت يا فضيحة بكل المقاييس، وده كمان يدعو الدولة المصرية للفخر، لأن عقب أحداث ثورة يناير 2011 سرقت قطع قليلة جدا من المتحف المصري بالتحقيق، مش بنفس الرقم المخيف اللي حصل في المتحف البريطاني. وأيضا أعقاب ثورة 2013 والحوادث الإرهابية اللي حصلت لم يتم سرقة مثل هذا الرقم نهائيا من أي متحف على مستوى مصر بالكامل، بل كانت مؤمنة. حضرتك بتتكلم عن المتحف البريطاني، يمكن واحد من أهم المتاحف على مستوى العالم بل من أقدمها. فالنهارده لما تلاقي رقم طبعا يعني في 2000 قطعه اثريه، على فكره انا كمان عايز افجر مفاجاه،
ان هو كمان 2000 قطعه ترى ده رقم مبدئي، يعني مش الرقم بالظبط، ممكن يكون اكتر من كده كمان بكتير. يعني هذه القطع كمان بترجع تمتد من القرن ال 15 قبل الميلاد الى القرن ال 19 الميلادي، فكلها طبعا يعني مش من الاثار بس اللي يعني مش من مكان واحد، لا ده هي عند حضرتك زي ما ذكرت منذ قليل ان هي من الصين ومن نيجيريا ومن الهند ومن اليونان، وطبعا مصر طبعا فيها اثار مصريه. فهو حتى وطبعا الجناح الفرعوني كالعاده زي اللوفر والمتروبوليتان وكل المتاحف الكبيره هو اهم اجنحه المتحف البريطاني اللي بيدر على بريطانيا مليارات الدولارات. يعني بالفعل ما حدش يختلف ان اللي بينجح اي متحف على مستوى العالم هي الاثار المصريه. صحيح. بشكل كبير جدا. تاني حاجه احنا النهارده كان في حضرتك لما كنا بنتكلم عن موضوع استعاده الاثار من الخارج، انا قلت لك ان كده ضوابط وشروط، لكن الموضوع اللي حصل ده هو طبعا في وثيقه الدكتور الالكترونيه الدكتور زاهي حواس قام بنشرها على صفحته الخاصه. أي. بتجميع يعني بيطلب تجميع 1,000,000 توقيع الكتروني عشان نطالب المتحف البريطاني بعوده حجر رشيد، ودي طبعا يعني بدايه بعد ما حدث في المتحف البريطاني، يعني يمكن تكون بدايه فارقه لاستعاده الكثير من الاثار سواء دول العالم بشكل كبير وطبعا مصر بالتحديد، لان احنا قلنا الاثار لما بيتم تهريبها من الخارج مع الاسف بتفقد قيمتها واهميتها. هي بتجيب عائد الى حد ما للافراد التانيين او للاماكن التانيه، لكن هي اهميتها في عرضها في المكان التي وجدت فيه. لذلك احنا بنشوف المعارضه الخارجيه هي لها دور كبير جدا، فده كمان يدعو ان احنا كمان نبتدي نخاف طبعا على اثارنا الفتره القادمه من اي مكان، على اعتبار ان هذه الاثار كمان لا تقدر بثمن. حتى وبيتكلم طبعا يعني المتحف نفسه رفض يصدر وصف او صوره فوتوغرافيه للعناصر نفسها اللي هي تم سرقتها، يعني ودي حاجه طبعا يعني، لان هو حتى قال لك في اعتراف المتحف والتحقيقات اللي جاريه دلوقتي قال لك ان هذه الاثار مش مسجله بالشكل المناسب. هو طبعا وضع يعني بيقول لك وضع مش غريب على المؤسسات الكبيره اللي جمعت مقتنياتها على مدى مئات السنين، يعني طبعا حاجه غريبه جدا، يعني في كلتا الاحوال المفروض جميع الاثار بتبقى مسجله. المفروض انه اكتر متحف مؤمن في العالم وبريطانيا دوله تقدر الحضاره، يعني ما ينفعش الكلام ده مش مقنع. هي دوله عظمى كمان، يعني انت حضرتك بتتكلم كمان ان في كمان 23,000 قطعه اثريه صينيه تمتد من العصر الحجر الحديث حتى الوقت الحاضر. طبعا كمان بتشمل الصين حضاره كبيرة. عظيمه الحقيقه. طبعا ما حدش اختلف على الحضاره الصينيه نهائيا. ولكن لا طبعا مهما كان يعني الصين عظيمه فمصر بحضارتها وكنوزها اعظم. طبعا. على الرغم ان المجموعه طبعا الموجوده طبعا كبيره طبعا بالنسبه للصين، مجموعه ثمينه مثل اللوحات والمطبوعات والبرونز والياشم والسيراميك، وطبعا اشهرها استنساخ لفوفه تسمى تحذيرات المدربه الى سيدات البلاط، وهي طبعا تحفه فنيه يعني تعتبر علامه فارقه في تاريخ الفن الصيني. في حاجه كمان مهمه، يعني دي كمان مش المره الاولى اللي الصين نفسها بتطلب من المستخدمين الانترنت اللي هو المتحف البريطاني اعاده القطع الاثريه في السنوات الاخيره. كمان في خطوات هيتم خطوات تصعيديه، وابتدى كمان الموضوع يدخل في اليونسكو، لان طالما دوله يعني مع الاسف سرقوا اثارنا وسرقوا يعني الكثير من القطع الاثريه، وسواء بقى بطريقه كانت مباحه وقتها. طب اسمح لي يا استاذ احمد اسال سعادتك بس اخيرا كده سؤال سريع، يعني هل انت مع ان بعد ان اطمأنت الدول الكبرى لكل ما نهبت خلال فترات الاستعمار بدلا من أن تعتذر لهذه الدول وعلى رأسها مصر وتعيد إليها هذه القطع، تقولك بقى لا ده احنا هنعمل بقى قانون جديد بقى في اليونسكو على اللي يتسرق بعد سنة كذا؟ طب والقديم ده ايه موقفه؟ يعني هل احنا لينا فلوس كتيرة قوي حتى لو فضلت هذه القطع يبقى لينا فلوس من هذا الدخل؟ هو مبدئيا هو المفروض يعني حتى لو زي ما بيحصل في المعرض عندنا ومطلعها للخارج، طبعا بنبقى احنا اصحاب المعرض وبناخد طبعا نسبه كبيره جدا، اصبحنا احنا اصحاب الاثار، ما بالك بقى الحاجات دي بتجيب مليارات لهذه الدول من وراء الحضاره المشرقيه القديمه. بس انا من وجهه نظري افضل ان هذه الاثار ترجع لدولها، لان ساعتها الوضع بيختلف كتير جدا. النهارده المتحف البريطاني عنده اقدم حجر على مستوى العالم، حجر رشيد المكتوب بثلاث لغات، بكل اسف يعني فرنسا كانت نهبته وطبعا اخذته بريطانيا منها عنوه برضه في ايام موقعة ابوكير البحريه، وخدوا كل الاثار اللي هم استولوا عليها بمعنى اوضح. ولكن ده ما يمنعش ان لازم هيبقى في وسيله ضغط من دول كتير جدا وعلى راسها مصر. انا طبعا سمعت مداخله الدكتور زي حواس، لازم يبقى في اجتماع ان النهارده ناخد خطوات تصعيديه او شكاوى لليونسكو ان احنا من حقنا بقى نستغل اثارنا. صحيح. يعني كفانا يعني كل هذه الاثار الخارجيه، احنا ممكن يكون عندنا اكثر من 1,000,000 قطعه اثريه بره خارج مصر. صحيح. مليون اكثر يعني رقم كبير. بشكرك جدا دكتور احمد عامر الخبير الاثري، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا. اتنقل مع حضراتكم للكف
الكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم اللي حدد مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2026. قرعه تصفيات افريقيا اوقعت منتخب مصر في المجموعه الاولى مع 5 منتخبات: بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، اثيوبيا، جيبوتي. 54 منتخب افريقي بيشاركوا في هذه التصفيات القاريه، وهي جميع الدول المشاركة في الاتحاد الافريقي، وتم تقسيمها على 9 مجموعات، كل مجموعة فيها 6 منتخبات. الأستاذ أمير نبيل النقد الرياضي، مساء الخير يا فندم. أستاذ، تحياتي لحضرتك ولكل المشاهدين. أستاذ أمير، يعني كيف ترى خطورة لقاء مصر مع هذه الفرق اللي قلنا أسمائها، وبالتالي فرص مصر للتأهل في هذه التصفيات؟ يعني بالتأكيد زي ما حضرتك عارف وكل المتابعين، يمكن حلم دايما بالنسبة للكرة المصرية تأهل لكأس العالم. يمكن تحقق الحلم في كأس العالم روسيا 2018 بعد غياب طويل عن المونديال منذ نسخة إيطاليا 1990. فبالتأكيد في كل تصفيات مونديالية بيكون يتجدد الحلم ده بالنسبة لجماهير الكرة المصرية على كافة واختلاف انتماءاتها. بالتأكيد مجموعة مصر اللي تضم جيبوتي، سيراليون، بوركينا فاسو، غينيا، إثيوبيا هي ليست بالمجموعة الصعبة أو يعني القوية بقدر الكافي، ولكن بالتأكيد الكرة الأفريقية في السنوات الأخيرة تطورت بشكل كبير جدا. طبعا خاصة بالضبط يمكن بعد ما أتاح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فكرة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة قبل 4 أو 5 نسخ في البطولة من 16 منتخب ل 24 منتخب، ده ادى طموحات كبيرة لكل منتخب ان هو يعمل مفاجأة. يعني هل نفهم من كلام حضرتك انه ممكن اجتياز هذه المجموعة بسهولة وبعد كده نستعد للمواجهات الأصعب؟ هو بالتأكيد لحسن الحظ ان يعني نسخة كأس العالم 2026 هتقام بمشاركة 48 منتخب، منهم 9 منتخبات ممثلة عن قارة أفريقيا. فبالتأكيد ده بيدي فرص أكتر لكتير للمنتخبات المشاركة. منتخب مصر مطلوب منه تصدر المجموعة، أعتقد هذا ليس بالأمر الصعب قياسا بفرق الخبرات وفرق الإمكانيات مع المنتخبات. زي ما بقول هل إحنا مستعدين استعداد كفاية في رأيك لهذه المباريات عشان ما نستهنش ونقول دي مباريات سهلة ونلاقي نفسنا خرجنا من بدري؟ يعني هو في الوقت اللي احنا بنقول فيه ان روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي للمنتخب المصري يعني وضحت لمساته بشكل جيد في الاختبارات القليله اللي قاد فيها المنتخب، ولكن في النهايه لازم ان انت توفر له المعسكرات اللازمه، لازم توفر له كل اللعيبه تبقى متاحه بالنسبه له، لازم ما يبقاش في تعارض ما بين اجندات الانديه واجنده المنتخب، لازم المنتخب يبقى اولويه في الفتره الجايه، لان بالتاكيد لن يتنازل احد عن حلم المونديال، وبالتاكيد صحيح. الفتره الجايه اجنده يعني متخامه بالاحداث ومنها بطوله افريقيا في العام القادم، فبالتاكيد كل دي اختبارات قويه للمنتخب ونعمل ان هو يجتازها بسلام باذن الله. اتمنى هذا، والتنسيق زي ما حضرتك اشرت يعني يؤتي بنا الى نتائج طيبه على كل المستويات. شكرا جزيلا امير نبيل النقد الرياضي، بشكركم مشاهدينا، اسيبكم مع فيديو بسيط نشره مركز معلومات مجلس الوزراء، بيتكلم فيه دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وشؤون الوقاية، بيقدم فيه مجموعة نصايح للمواطنين اللي بيعانوا من فيروسات صدرية نتيجة لتغيير الفصول المناخية والأمراض أصحاب الأمراض الصدرية بشكل عام. تعالوا نشوف الفيديو ده وبعديه نخرج لفاصل إعلاني قصير، ويكون معانا بعدها دكتور أحمد عبد الدايم الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية للحديث عن الجولات الجديدة من مفاوضات سد النهضة. اهلا بحضراتكم معانا مره تانية، ويشرفني جدا يكون في هذه الفقره ضيفي هو الدكتور احمد عبد الدايم الاستاذ بكليه الدراسات الافريقيه للحديث عن جوله جديده من المفاوضات حول سد النهضه. مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، اهلا بحضرتك معانا. يعني كان ليا ملاحظه صغيره كده في البيان وزارة الري بتاعت اثيوبيا انها قالت ان هذه هي الجولة الاولى
للمفاوضات، فأنا قلت في مقدمة الحلقة يعني بدل ما نقول الجولة رقم 70 يبقى شكلنا وحش. يعني ماذا وصلنا عن هذه الجولة، وهل اشتركت فيها وزارة الري السودانية أيضا؟ بطبيعة الحال إن هذه الجولة هي الجولة التامنة من جولات المفاوضات، وخصوصا أن قد يكون إن هو يعني يقصد أو وزارة الخارجية الإثيوبية تقصد أن بعد الاتحاد الإفريقي لما كان رأي الجولات السابقة الجولتين السابقتين أن هذه الجولة الجديدة جاية برعاية أصلا أو بالاتفاق ما بين رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر دول الجوار. أيه. وبالتالي لكن هي على المستوى العام هي تعد الجولة الثامنة من جولات المفاوضات اللي بدأت من 2011 وحتى يعني 2023 يعتبر دي الثامنة. يعني كل جولة بيبقى فيها أكتر من اجتماع، يعني مش كده؟ لهم ما اجتمعوش 8 مرات بس، ده كان في اجتماعات برعاية وزارة الخزانة الأمريكية، وكان في برعاية الاتحاد الإفريقي، وكان في الأول اجتماعات فردية، مش كده؟ ما هو أصل الاجتماع احنا بنسمي كل جولة مفاوضات، يعني حتى لو خدت شهر، زي مثلا الاجتماعات اللي هي حصلت من نهاية 2019 اللي هي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، دي استمرت حتى يعني فبراير 2020، 3 شهور يعني، الجولة خدت 3 شهور. وبالتالي لكن احنا الجولة كلها بنسميها جولة مفاوضات، وليس يعني بنعدد الاجتماعات اللي حصلت في الجولة، يعتبر دي جولة واحدة، لأن في النهاية حصيلة هذه الجولة ما وصلوا إليه من اتفاق. يعني هذه الجولة اللي أنا سميتها لحضرتك كانت في نهاية 2019 وصلوا وتم الوصول إلى اتفاق في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2020 فبراير 2020، ومصر وقعت عليه يعني بمفردها، لكن إثيوبيا اعترضت وامتنعت حتى عن الرجوع لطاولة المفاوضات مرة أخرى، والسودان ساعتها انسحب. وبالتالي لكن أعتقد أن في هذه الجولة وصلنا تقريبا إلى حوالي 96% من نقاط الاتفاق فيما هو يعني كان مسار اختلافات من قبل. طيب الشق الثاني من السؤال، أنا كنت سألت حضرتك هل كان هناك وفد من السودان برضو في اجتماعات القاهرة الحد والاثنين امبارح وأول؟ طبعا بطبيعة الحال إن جولة المفاوضات الثامنة دي اللي هي كانت الأحد والاثنين 27-28 أغسطس 2023 كانت بحضور وزراء الري في الدول الثلاث والوفود اللي هي ممثلة للدول الثلاث. فبالتالي لكن أعتقد إن الاتحاد الإفريقي لم يكن موجودا، يعني ما كانش فيه ممثلين دوليين، أعتقد لإني وضع السودان الحالي في الاتحاد الإفريقي لا يسمح لي أن الاتحاد الإفريقي يكون راعي للاتحاد، على اعتبار أن هو يعني العضوية بتاعته منقوصة. وبالتالي الجولة دي كانت يعني جولة خاصة باتفاق رئاسي ما بين الدولتين إثيوبيا ومصر. واعتقد أني يعني حتى لو أنت بصيت في يعني في إعلان المبادئ في المادة 10 على ما أعتقد إن فيها حتى لو تعطلت المفاوضات أو حصل فيها نوع من الـ يعني الـ الشد والجذب، من حق الوفود أن يعني أن ترجع إلى الرئاسات بتاعتها، وممكن في الحالة دي إن إيه يعني هذه هؤلاء الرؤساء ممكن يعني يتقدموا في المفاوضات، أو على الأقل تحدث يعني مفاوضات رئاسية ثم تنقل إلى المفاوضين أنفسهم، فبالتالي يحدث تقدم. عشان كده أعتقد الجولة، لكن للأسف الشديد حصيلة هذه الجولة لا خلينا أسأل حضرتك الخارجية. قبل حصيلة هذه الجولة استأذنك، الخارجية الأثيوبية قالت في بيانها في هذه الاجتماع الأول لهذه الجولة إن هي تؤكد على أساس استخدام منصف ومعقول لحصتها العادلة من مياه النيل، وتؤكد حقها في استغلال مياه نهر النيل لتلبية احتياجات الأجيال القادمة الحالية والقادمة، لا تراجع عن حقوقنا. يعني أحب أعرف
رأي حضرتك في هذه الجمل في ضوء ما وعد به أبي أحمد للمرة الثالثة أو الرابعة؟ يعني كان في مرة إعلان المبادئ، وكان في مرة لما الرئيس خلاه يحلف ويقول مش هنضر مصر في المؤتمر الصحفي، وكان في آخر مرة على هامش مؤتمر دول جوار السودان لما قال خلال 3 شهور سينجز اتفاق قانوني ملزم للأطراف كلها ولن نضر الحقوق المائية لمصر والسودان. يعني هذا التناقض ويعني معروف في الدولة الأثيوبية أو أي تفاوض مع الدولة الأثيوبية دايما احنا بنشوفه يعني حوالين هذه المفاوضات كلام كثير وأحيانا كلام معسول، وإن حتى يعني سبق إني يعني اللقاء الرئيس المصري ورئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد إن هو الراجل أعلن حتى في تصريحات عن طريق مجلس الوزراء إن دولة أثيوبيا يعني تحفظ الأمانة وتراعي الحقوق التاريخية وإن هي لا يمكن إن تتسبب في ضرر لدول المصب. وبالتالي على شكلة هذا الكلام المعسول يعني حدث ولا حرج، وإحنا دايما يعني أحيانا إنك أنت يعني كما يقول المثل الإفريقي يمكن أن تركب القطار الخاطئ، لكن يمكن أن يوصلك إلى الوجهة الصحيحة. في النهاية أنت تدرك أنك أنت بتركب قطار خاطئ، لكن في النهاية ممكن توصل للوجهة الصحيحة بتاعتك. إحنا لو خدنا في هذا الإطار يعني وإحنا يعني ممكن جالنا الإحباط من كثرة المفاوضات أو 12 سنة السابقة، ممكن يعني المفاوض المصري ممكن يحصل له نوع من الإحباط وبالتالي ممكن لن يكمل في هذا السياق. لكن أعتقد أني في هذا الإطار وأني هم بيعززوا أبوية هي مصر لم تعترض على يعني مثلا أن حق أثيوبيا في التنمية، لكن على مع الاعتراف أن المفاوضات حول سد النهضة ده السد بالأساس باتفاق المبادئ هو عبارة عن سد كهربائي وليس سد للتخزين. أي. وبالتالي مسألة الحقوق المنصفة وعدم المحاججة بأن يعني عدم الاعتراف بالحصص التاريخية ده المفروض منوط بجلسات أخرى غير المفروض الكلام حوالين سد النهضة. وبالتالي ممكن الكلام ده نتحدث فيه عند حينما يعني يتم التطرق لعنتيبي وغيرها، لأن مسألة عنتيبي أحيانا يعتبر هو عبارة عن يعني راية أو يعني اتفاق استطاعت أثيوبيا أن تستخدمه كفزاعة للدولة المصرية في هذا السياق. ومصر يمكن ساعتها من ساعة ما أعلن اتفاق عنتيبي رفضت هذا السياق، لكن الحواديت اللي بتستغل على هامش المفاوضات علينا أن يعني أن نستبعد كل ما هو خارج المفاوضات وأن نحدد كما هي الوفود اللي هي حاضرة على طاولة المفاوضات عارفة هي أن بتشتغل على ملف سد النهضة وباتفاق المبادئ هذا السد سد كهربائي وليس يعني من خلاله حنتطرق لفكرة الحصص المائية وغيرها من الكلام اللي ممكن أحيانا يتم بسه، لكن أثيوبيا بتقصد من وراء أهداف أخرى. يعني طيب يا فندم، ما هو يعني الحديث عن انه هذا السد سد كهربائي، اثيوبيا هتقول لك ما انا بخزن عشان اولد الكهرباء، بينما يعني اللي حصل انه الكهرباء اللي تولدت للاثيوبيين قليله جدا من كل هذه الملايين من الامطار المكعبه اللي تم تخزينها. لكن ما علينا، هناك جولة جديدة في سبتمبر ربما تكون في 10 أيام الأوائل مثلا، تبقى خلاص إحنا على مشارفها. حضرتك بتتوقع مصر إيه الخطوات؟ هل هتتخذ أي خطوات من هنا لغاية الجولة القادمة في أديس أبيبا في إثيوبيا؟ دي حاجة. الحاجة التانية، إيه اللي بتتوقع أنه يحصل في هذه الجولة، وهل من الممكن أن تكون الجولة الحاسمة؟ أعتقد أني سبق لما كنت معك في الاستوديو فيما قبل يعني حتى طرحت علي السؤال، هل أنت متفائل في المفاوضات اللي هتطرح يعني في المستقبل؟ قلت لك أنا متفائل بحذر، أو قد يكون أن حتى المفاوض المصري والدولة المصرية وكلنا داخلين هذه المفاوضات وفي حسن النية متوفر على أن الإرادة الأثيوبية هذه المرة متغيرة. لكن حتى
ببيان وزارة الخارجية المصرية إن يعني ذكرت إن حصيلة هذه المفاوضات طيلة اليومين لم يحدث فيها تقدم يذكر، وبالتالي في هذا السياق وكأننا يعني نبدأ من جديد. أعتقد إن من المفترض على المفاوض المصري إحنا يعني نبدأ من النقطة الأخيرة اللي إحنا وصلنا ليها، سواء في الأمريكي يعني مثلا كان الجولة المفاوضات اللي كانت في كينشاسا، كان ساعتها لو حضرتك متذكر كان الرئيس الكونغو كان ساعتها طلب من كل دولة على حدة أن تقدم النقاط أو الاتفاق اللي هي شايفاه من وجهة نظرها، وفي يجمع حصيلة الاتفاقات الثلاث من وجهة نظر كل دولة، وبالتالي أن يوفق ما بينهما. لكن لم يحدث هذا الأمر، وإحنا دخلنا في هذا المحترق، وابتدت أثيوبيا يعني تتنصل من المفاوضات وتخرج منها. أعتقد أني كان ساعتها كان أعتقد أن كل الخلافات حوالين ثلاث نقاط أو أربع نقاط رئيسية كلها ممثلة في مسألة اللي هي مسألة إدارة المياه بحد يعني في حد ذاتها، والتنسيق ما بين الدول الثلاث في إدارة المياه، وإن من حق الدول الثلاث أن تشارك في هذه الإدارة، وده أثيوبيا مختلفة عليه. والأمر الثاني إني والله في فترة يعني الملء بتاع ملء البحيرة، بحيرة السد النهضة، يعني في فترات الجفاف والجفاف الشديد في كلام ما بينهم أنا إزاي حمل والطريقة اللي حملة بيها، ومن المفترض في اتفاق يعني كان مبدئي حوالين إن والله في فترات الجفاف أو الجفاف الشديد يتم الأول يعني استكفاء كل الدول اللي هي الدول دولتي المصاب مصر والسودان من احتياجاتها، ثم تبتدي أثيوبيا يعني تملأ هذه يعني مثل هذا الأمور. بالإضافة للنقطة الثالثة المختلف حواليها إن مسألة اللي هي في حين يعني حينما نصل إلى اتفاق قانوني نهائي المفروض إحنا نحدد في الجهات، لو اختلفنا فيما بعد أو تنصل أحدنا من هذا الاتفاق فيما يعني نحتكم في النهاية، فبالتالي نقطة الاحتكام النهائي إلى أي جهة دولية أو أي محكمة دولية مثلا هتفصل ما بيننا، احنا حاليا في ثلاث نقاط رئيسية هي اللي بتشوفها اللي هي مصالح الخلاف. طيب خليني أسأل حضرتك يعني يبقى لي فيما عدا ذلك كل النقاط فيها اتفاق يعني. تمام، يبقى لي نقطتين مهمين. هل من السهل الوصول لمعادلة حق إثيوبيا في التنمية وحق مصر والسودان في حصص عادلة من المياه؟ دي نقطة. النقطة الثانية، هل بترى حضرتك أنه في أطراف خارجية يعني تسببت في صنع الظروف الرديئة اللي في السودان حاليا وتستثمرها لتفشيل موضوع الوصول لحل في موضوع سد النهضة؟ والله سبق أنا يعني في ورقة علمية أنا يعني كانت في أحد المؤتمرات يعني مركز دراسات الشرق الأوسط على ما أعتقد، كنت قدمت هذا الطرح اللي حضرتك بتتكلم عليه مباشرة، وإن قلت إن التنسيق ما بين مصر والسودان في ملف سد النهضة ده هيجعل قوة خارجية وخصوصا قوة إقليمية هتستهدف يعني المسألة إن لا يحدث هذا التنسيق، سواء بخلق ظروف داخلية لخلافات داخلية داخل السودان أو بخلق الظروف اللي احنا وصلنا لها والاحتراب الداخلي. أعتقد أن المسألة يعني في هذا الإطار أنك أنت كان البحث عن ذريعة لعدم التنسيق، طارة تتعطل المفاوضات بحجة أن إثيوبيا فيها عراك داخلي، وطارة تتعطل بحجة أن السودان فيها حرب داخلية. لكن في هذا السياق خلينا أن السودان لما حضر بشكله يعني حتى في ظل هذه الظروف السودان ما زال كدولة ممثل في وزارة خارجية وكل حاجة، والوفد ووزير الري أو القائم بأعمال وزارة الري جه وحضر المفاوضات. أعتقد أن الجولة لو إحنا ظللنا يعني نمشي في هذا السياق، أعتقد أن الجولة السابقة يعني من المفترض وإحنا هتكون في أديس أبابا
من المفترض ان النقاط اللي المختلف عليها ندخل في الحديث مباشره، واعتقد ان كل دوله مطلوب منها ان تقدم حتى على الاقل ورقه حتى المفاوضات، يعني حتى نصل الى يعني سبتمبر والمفاوضات النهائيه، على الاقل يكون المفاوضات يعني شغاله ما بين الاطراف المعنيه. واعتقد ان المطلوب حتى تدخل القيادات، يعني ممكن في هذا السياق ممكن يتدخل رئيس الوزراء الأثيوبي من أجل تقريب وجهات النظر. أيوة. بما فيها المصري أو حتى أعتقد أن ده مقصود السياق. أنه يبان في اللحظة الأخيرة هو المنقذ اللي بي بي بيفي بتعهداته، حتى يا جماعة لو ده جاي علينا وهم بيجيدوا يعني هذا النوع من التمثيليات. أخيرا، يبقى الدور الخارجي لأطراف أخرى، هل حضرتك بترى أن في دور خارجي بيتعمد إفشال هذه القضية يعني؟ لا، ورقة النيل يعني كما تعلم يعني وكلنا يعلم أن ورقة النيل دايما هي بتستغل ضد مصر، ليه؟ يعني في أطراف إقليمية بما فيها إسرائيل يعني كانت لاعب رئيسي في هذه الورقة، أطراف خارجية بتحاول أن كمان يعني تستخدم هذه الورقة للضغط على مصر، وبالتالي تستخدم قوى إقليمية يعني لمحاصرة الدور المصري وابتزاز الدور المصري، حتى حينما يطلب منك شيء أنك أنت ممكن تلبيه. فبالتالي دور العامل الخارجي في ملف سد النهضة ده عامل واضح وظاهر وكل الناس عارفاه، وكلنا يعني كمصريين يعني القاسي والداني أصبح يعرفه تماما. لكن السؤال المطروح أنك أنت بتقدم إحنا المفروض دول كلنا في منطقة واحدة. أعتقد أن مسألة الاستقرار وصناعة التنمية لدول متشاركة في نهر واحد هو الهدف، يعني لا تترك قوة خارجية أنك أنت تلعب بيك كما تشاء. صح. في النهاية لا يهم تلك الدول إلا مصالحها. صح. لكن إحنا في المنطقة من المفترض أني نبص على مصالحنا في مياه النيل ونسعى لبناء شراكة اقتصادية ونعمل على تنمية بلداننا، لاني اعتقد ان تعطيل جو المفاوضات يعني خلال الثلاث سنوات السابقة كان ليه تأثير على التنمية في مصر. صحيح. والسودان وفي اثيوبيا نفسها، مقدرات التنمية طبعا. في اثيوبيا نفسها غير الحرب والمسألة دي والخلاف، اعتقد ان حجم الاستثمار في اثيوبيا قل، حجم التنمية يمكن اللي كان واصل في فترة من الفترات اكثر من 11%، حاليا انت التنمية في اثيوبيا تراوح ما بين 4 و5%، فبالتالي انت نزلت في معدلات التنمية داخل اثيوبيا نفسها. وبالتالي يا فندم برضو يعني برضو ما اقدرش نهمل دور الحروب الكبيرة اللي كانت بينهم. يعني انا بشكرك جدا دكتور احمد، نورتنا. بارك الله فيك، بارك الله فيك وعليك، شكرا جزيلا يا فندم، بارك الله فيك. شكرا جزيلا واشكر. شكرا يا فندم. ميسا. شكرا لوجود حضرتك معانا، جزيل الشكر الاستاذ دكتور احمد عبد الدايم، الاستاذ بكلية الدراسات الافريقية. بشكركم مشاهدينا، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة. تصبحوا على كل خير.